مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم. مرحبا بكم في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما كنعرفوا جميعا ان مدينة الدار البيضاء ولا بلد خابو بزاف، خصوصا مع هذه بداية الصيف. الناس كيبغيو يخرجوا حتى كيلقاو لي طرافو، كيلقاو الزحام، يعني بارتو، يعني كازا كاملة فيها الاشغال. فشنو الرأي ديالكم في هادشي؟ واش كاين لكم عرقلة الطريق؟ واش نتوما مع ولا ضد انو هاد لي طرافو يدارو بالنهار؟ صباح النور لالا عبلة، لالا فاطمة، صباح النور مقامك في اسلوبك. كما كتشوفوا فهنا هذه الطريق ديال الحي الصناعي، كاين فيها الزحام بزاف لانه ولاو دابا لي طرافو.
تشوفوا هذه الطريق الساحليه كلها اشغال. يعني في الطوموبيلات كيسموها غادي الجبل بحلو. كيف ممكن تشوفوا لي طرابو النهار، الطريق كلها محفره.